كنجيو من بعد وكنقولوا ارى لنا 22000 منتخب محلي وحنا عارفين بلادنا عارفين نخابنا شنو كنديروا؟ كنقولوا ما كاينش بابه الحزب اللي غادي يقد يكون عنده المرشحين الكافيين دونك كندفعوهم انهم يوليو يمشيو ويزاوقوا اللي بغى يجي مرحبا به. شكون اللي كيجي؟ كيجي اللي عنده شي همزه باغي يدخل عليها الهيئات المنتخبه. واش باغيين نستمروا في هذا المنطق وزعما بقى كتجري طوالك الليل وما طال؟ الا بغيت غير دير واحد النوتف بحال هذا التقرير هذا ديال رحنا عطينا قده ديال المليون وخرجنا. وانا بالنسبه لي زعما بكل صراحه ما غنخرجوش من هذا النقاش ديال واش غادي نعطيو المعيار الاساسي هو الهيئات المنتخبه القديمه او هو النشاط ولا هو الطبيعه ولا شي حاجه بحال هكا. السؤال ما هو المشروع السياسي اللي احنا داخلين فيه؟ واش الدوله باغيه الان تقطع مع المنطق القديم ديال التحكم اللي كان كيستدعي ان ما تكونش الشفافيه، ان ما تكونش النزاهه، ان يتم التحكم، ان يتم خلق احزاب من عدم بقرار ديال الاداره، انك تجي وكتعيط لواحد السيد اللي وزير ولا اطار ولا كذا، كتقول له انت غدا راك في الحزب الفلاني، والاخر انت راك في الحزب الفلاني، وكيمشيو وغد وبعد غدا كتجي كتقول له لا بدل، راه الحزب الاخر اللي غادي يدخل للحكومه وانا باغيك في الحكومه. هذا اللعب هذا واش الدوله مقرره اليوم انها غتقطع معاه وغادي تدوز الشفافيه؟ هذا التقرير جزء من هذا الشيء. المعايير جزء، ولكن الاساسي هو النظام العام ديال الحكامه. واش باغيين نخرجوا من الفساد السياسي اولا باغيين نبدوه ونبقاو كنزوقوا في الجنيبات؟ هذا هو السؤال انا بالنسبه لي. بغيت ربما كان السيد السكولي والسيكدي عندهم ربما شي عنصر الجواب على هذا التساؤل، ولكن قبل ذلك السيده الشقافي، انه كاين اللي كيقول بانه الاعتماد على هذه المعايير ديال انه العدد ديال المقاعد وهذا يقدر يكون يعني طريقه ماشي يعني للضبط ولكن لترشيد الحقل السياسي باش نتفادى واحد العنصر اللي كنقولوا عليه ديال البلقانه وديال التناسل وتفريق الاحزاب. واش كتشاطر هذه الفكره؟ ما كنشاطرهاش كامله بحيث هذه البلقانه كنعرفوا البلقانه شنو هي، شنو كنقصدوا بالبلقانه؟ واش هي زياده الاحزاب؟ الان حنا كنشوفوا الاحزاب القديمه اللي موجوده واللي سبقوني في الكلام عليها، حنا كنشوفوها بعدت كليا على الدور الحقيقي ديالها اللي منصوص عليه في الدستور، وهو التأطير والتكوين وتهيئ النخب وكذا، بعدت عليه. اذا ولات الاحزاب كتمشي كتوجه كتجيب واحد كيشري لها مدينه، وبقات هذه الاحزاب خصها فقط مقاعد وحقائب. اذا المواطن ما بقاش كيهمها، ما بقاش كيهمها المواطن تقرب لي ولا تشوف همومه ولا تاثروا ولا كذا. اذا حنا في هذا الاطار وهذه المعايير ما غادي تخدمناش الان. حنا خصنا الا بغينا الحقيقه وبغينا ديمقراطيه حقيقيه، لان يعني الديمقراطيه ماشي واحد التمثال غنجيبوه ونلبسوه ونحطوه ونبداو نغنيو عليه. الديمقراطيه راها ممارسه وسلوك وتربيه وبناء مجتمع بالتراكمات اللي عنده. اذا هذه البادره هذه هي بادره جيده، حنا ما كيختلفوش عليها اثنين. حنا الان الحمد لله حنا بدينا، ما بقاش طابو، حنا بدينا الخطوه الاولى، حنا بدينا كنناقشوا، ولكن ماشي هذا هو الـ هو الـ هو الاساس. لان حنا في البدايه ملي كان مناقش الدستور كحزب المجتمع الديمقراطي وكحزب اللي عنده كيفتخر باطوره وكيفتخر بالطاقه الابتكاريه اللي عنده، طلبنا في هذيك الوقيته في المذكره ديالنا، ورا المذكره كاينه، طلبنا بهيئه وطنيه ترابيه تكون كتراقب العمليه الانتخابيه وكتراقب سير انتخابات وكتراقب ماليه الاحزاب وكتراقب كذلك الجماعات المحليه والجهات اللي غادي تكون في المستقبل، وتكون مستقله على جميع الاحزاب، حتى غادي تكون عندها واحد المصداقيه. اذا الان ملي حنا غنجيو نقولوا ما يمكنش يكون حاكم وخصم وخصم في نفس الوقت، ما يمكنش غتكون هذه الهيئه مثلا وزاره الماليه والعدل والثانيه الداخليه
ورئاسه الحكومه هي اللي غتقرر وهي اللي غتفصل. بطبيعه الحال غادي تفصل غير اللي بغات هي وغتفصل غير اللي غيناسبها هي. وحنا كنشوفوا النتائج الان اللي في البرلمان وكنشوفوا النتائج اللي كاين. ربما استاذ شقف هذاك النقاش على الاشراف يعني العمليه الانتخابيه ككل، نبقاو غير فيما هو يعني فيما هو ما هو. انا دائما كنقول ان الديمقراطيه هي تراكمات، هي بناء مجتمع. ولكن هذه الديمقراطيه علاش كتبنى؟ العمود الفقري ديالها هو العدل، ولا ما كانش العدل وما كانش المساواه وما كانش العداله الاجتماعيه ما غتكونش ديمقراطيه، وما نحلموش اننا غادي تكون عندنا ديمقراطيه حقيقيه، بل غتكون عندنا شبه ديمقراطيه او غنتحايلوا على الديمقراطيه. اذا سمحتي استاذ شقافي قبل ما نوصلوا النقاش نتابعوا في واحد الروبورتاج ديال احمد مكاوي اللي فيه بعض يعني وبعض الارقام يعني الخلاصه ومن تقرير المجلس الاعلى للحسابات وفي وجهه نظر يعني فرقاء ومتتبعين اخرين للشان النقاش العمومي في المغرب. نتابع هذا الروبورتاج لان فيه عناصر اللي غادي تساعدنا نمروا للمحور ديال الاختلالات والملاحظات التي ابداها المجلس على التدبير المالي للاحزاب السياسيه. تمرين جديد يطرح أمام الأحزاب المغربية، الدولة تقدم دعما ماليا لمجموعة من الأحزاب، الآن وقت التدقيق في كيفية صرف أموال الدعم العمومي وفي مالية الأحزاب بصفة عامة عبر تتبع للمجلس الأعلى للحسابات. التمرين له فوائد بالنسبة للأحزاب وللرأي العام حسب الملاحظين. بالنسبة للحزب كحزب داخليا لأنه يكرس الشفافية داخل الحزب نفسه في خص مصاريفه، فحتى اعضاء ومناضلي الحزب الذين ليس لهم اطلاع على ماليه الحزب من خلال تتبع تقرير المجلس على الحسابات يمكنهم ان يعرفوا مصاريف ومداخيل هذا الحزب الذي ينتموا اليه. ثانيا من جانب المواطنين فهو مهم بالنسبه للمواطنين لانهم يعرفون هذا الحزب الذي سيتقدم غدا في الانتخابات اذا كان هناك اي اختلالات في تدبيره المالي او في تسييره المالي او هناك أو أن تسييره المالي شفاف وإيجابي فهو يعطيهم صورة عن هذا الحزب كيف يسير. حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن مالية الأحزاب، الدولة منحت ما يقارب 60 مليون درهما دعما لمجموعة من الأحزاب، ومن أصل 35 حزبا 11 حزبا لم يقدم تقريرا ماليا معتمدا من طرف خبير محاسب، وخمسة أحزاب ما زالت في ذمتها 5 ملايين درهم وجب إرجاعها. سؤال الشفافية يطرح نفسه بإلحاح على الحقل السياسي المغربي. اليوم نحن في حياة سياسية جديدة وفي وضعية جديدة، ومما لا شك فيه أنها معرضة للفساد والإفساد بحالها بحال كافة مجالات الحياة، ولذلك قد نجد أحزابا وأشخاصا ينتمون إلى هذه الأحزاب إلى ما كانتش قواعد قانونية تضبط آليات عمل هذه الأحزاب وكيفية صرفها للنفقات، ما لا شك فيها توقع تجاوزات والأمر يتعلق بالأمن العام بالمال العام. بالأرقام فقط خمسة أحزاب استفادت من 86% من أموال الدعم العمومي، ومن لم يستفيدوا من الدعم لعدم مشاركة في الانتخابات يرون أن الدعم يجب أن يشمل الجميع. المشكلة ما شفت تقرير جيد ندير باحترافية. المشكل هو في الدعم ديال الدوله في المال العمومي ديال المواطنين اللي كيمشي لجهه وما كيمشيش لجهات اخرى، علما بانه الانتخابات اللي شارك فيها 20% من عموم المواطنين اللي عندهم الحق في التصويت، والاحزاب اللي ما شاركتش في الانتخابات او ما دعتش للانتخابات هذيك الساعه لان هذه قائمه يمكن تغير اليوم موقفها يمكن ما استفدتش من الدعم وما كتستافدش باستمرار من الدعم. وبالتالي اللي بغينا نجدوا النخب السياسيه بغينا تكون مشاركه سياسيه ونتيحوا لها الفرصه ونعطيها الفرصه لابد من الدعم العمومي. سواء في التدبير اليومي مصاريف الحملات الانتخابيه وتنظيم المؤتمرات، موارد الاحزاب المدعومه تعتمد بنسبه 86% على الدعم العمومي. السؤال كيف يمكن للاحزاب المغربيه التمتع بتسيير مالي اقل اعتماد على الدوله؟ لا اتصور، وهذه فيها قواعد ثابته، لو ادى كافه المنخرطين مشاهرتهم واشتراكهم
ما محتاجينش لشي تمويلات اضافيه بنسبه 10 دراهم في الشهر. تعلمون ما هي 10 دراهم في الشهر؟ ولذلك انا تنعتبر هذه الاشكاليه ديال التمويل يجب ان تحل اشتراكات ومشاركة وماشي من المال. من الاحسن يكون مساهمه ديال الدوله، ولكن تكون مساهمه للكل واعطاء فرصه للكل بما فيها اللي يمكن يقاطعوا الانتخابات، وتكون اموال ديال المواطنين مصروفه بشكل مسؤول وكيراقبها المجلس على الحسابات. احسن ما تولي كتجي اموال اخرى شركات خاصه، يولي الحزب ديال شي شركه خاصه خدام معها، ولا الحزب خدام مع شي جهه من الجهات اللي غير نظيفه، وتسرب اموال ملوثه. تقرير المجلس الأعلى للحسابات أظهر مجموعة من الاختلالات في صرف الدعم العمومي من قبل الأحزاب المدعومة، لكن ماذا بعد التقرير؟ السؤال الذي مطروح الآن هو ما يتعلق بالأموال التي ينبغي إرجاعها، هذا ما بعد التقرير. فحسب التقرير لأول مرة يعني نطالع على أن هناك ردود تضمين ردود مسؤولين الوطنيين للأحزاب في هذا التقرير. فبعض الأحزاب قالوا بأنهم يلتزمون بمعالجة هذه الوضعية وإعادة هذه الأموال أو تبرير صرفها، وهناك أحزاب أخرى لم تقدم هذا الالتزام. وهنا نتساءل حول ما هي الإجراءات التي سيقوم بها المجلس على الحسابات لاستخلاص واسترجاع هذه الأموال، ولأن هذه أموال عمومية. الأكيد الانتقال من رصد الاختلالات إلى تدابير ملزمة للأحزاب المستفيدة من الدعم العمومي ستكون له فائدة للأحزاب وللرأي العام. يعني ربما من النقط اللي اشار لها تقرير المجلس الاعلى للحسابات فيما يتعلق يعني بالملاحظات والاختلالات اللي اشار لها، كانت اشار لها في الروبورتاج متعلقه بالاموال استاذ الاحزاب لم ترجع المبالغ المتبقيه من الدعم حوالي 6 ملايين درهم. معنيين بها جوج الاحزاب اللي معنا في البلاطو اللي هما حزب العداله والتنميه حوالي 2 مليون درهم، وحزب الاثار والمعاصره حوالي 1 مليون درهم. ما عرفتش كنتي بديتي ساكتي في هذه النقطه ديال الاموال واش رجعات ولا ما رجعاتش، بغينا غير توضح لنا هذه الصوره انت وحسي السكوري، واش رجعتوا هذا المبلغ هذا اللي طالب به المجلس؟ واخا سي جماعه، انا غير قبل ما نجاوب على السؤال حقا ما خصناش نمشي في الخطاب الذي يعمم جميع الاحزاب ما عندهاش استقلاليه، جميع الاحزاب ما عندهاش علاقه مع المواطنين، انما كاين فعلا مجموعه الاحزاب جاده اللي كتادي دورها الدستوري، واللي فعلا يمكن يكون الدعم المالي المقدم لها حاليا ما كيمكنهاش باش تقوم بالادوار ديالها الحقيقيه، ويمكن يكون نعطيو تفاصيل ديال المصاريف المتعلقه بنفقه التسيير اللي هي الحد الادنى بلا ما نتكلموا على، وحتى ملي كنتكلموا على الجانب المحاسباتي فخصك فعلا إدارة حزبية حقيقية اللي يمكن لها تقوم بهذا العمل المتخصص. أطور أطور على المستوى المركزي اللي عموما كيكون فيه الإشكال الأقل، ولكن ملي كننتقلوا للجهات والأقاليم إلا بغيتي فعلا عمل احترافي خصك إدارة حزبية حقيقية، وهذه كتطلب موارد مالية. إذا الدعم ديال الأحزاب إلا بغينا منها تقوم بالدور الحقيقي اللي خصها اللي مطلوب منها ديرو فهو فعلا دعم مبرر، والدعم العمومي هو اللي غيضمن الاستقلالية ديال الأحزاب. السؤال اللي خصو يطرح حاليا هو فعلا الدعم اللي غير مراقب شكون هو هذا الدعم، وخصنا فعلا يتشمل بالمراقبه المال الانتخابي منين كيجي وشكون اللي كيعطيه، الدوائر اللي كتحكم في القرار ديال الاحزاب شكون هي، والمبالغ اللي كيجي من عندها، وهذا يمكن يكون نوسعوا الدور ديال المجلس الاعلى للحسابات لكي يحقق فعلا رقابه حقيقيه على المال السياسي ماشي غير اللي كيجي من الدعم ديال الدوله. بالنسبه للملاحظات اللي سجلها المجلس على الحسابات خصوصا في هذا الشق ديال ارجاع الدعم، هو القانون فيها واضح، وحزب العداله والتنميه ديما بالنسبه له القانون والاحترام ديال القانون بين بالاولويات. القانون ينص على انه خديتي دعم بالنسبه لتمويل الحملات الانتخابيه، داك الشيء اللي قدرتي تقدم فيه وثائق ثبوتيه حقيقيه ماشي نفقات وهميه ولا فواتير غير سورية، هذيك فعلا من حقك تستفد من ذاك الدعم. ما لم تستطع أن تبرره خص الإرجاع ديالو. حزب العدالة والتنمية اللي تلقى الدعم إجمالي بحال اللي قلت سابقا 4-5 مليون درهم، قدرنا نثبتوا في بداية 2012 حوالي 30 مليون ديال الدرهم، بقات واحد 3 مليون ونصف اللي كنا في إطار جميع ديال الوثائق ديال الإثبات، و20 مليون ديال الدرهم ما قدرناش نبرروها، حولناها ورجعناها للدوله وفق المقتضيات القانونيه.
هذا هو فعلا ما نص عليه هذا التقرير، وفي حقيقه هذا كان في الجواب ديال الحزب. قلنا بان فعلا ما خصناش نتكلموا على 1,900,000 اللي ما رجعاش، ان كان خصنا نديروا اشاره بانه تم ارجاع المبلغ الاكبر، وهذا المبلغ الحزب التزم الى ما جمعش الوثائق ديال الاثبات، وهذا الذي حصل. والقرار خدينا زعما بلا ما نفكروا فيه، هذا حق للدوله، هذا مال عام ما قدرناش نثبتوا الانفاق ديالو، رغم اننا فعلا النفقات ديال الحملات الانتخابيه كانت اكبر من ذاك الدعم اللي تلقاه الحزب. ولكن حيت كاين هذا الاشكال ديال قلنا مبلغ، لا حيت كاين ديال التسبيق، الشطر الاول غالبا يكون مبلغ بسيط، حنا جانا واحد 6.5 مليون تسبيق قبل الحمله الانتخابيه، الشطر الاكبر جاء 3 أشهر من بعد ما انتهت الانتخابات، 46 مليون ديال الدرهم. اذا الاشكال انه الانسان انفق، ما عندوش الامكانيه، ما عندوش السيوله باش يؤدي، ما كيتمكنش بانه يتوفر على وثائق الاثبات. هذه القضيه ديال الاشطر خصها المراجعه باش فعلا الحجم الاكبر يولي يتقدم، باش الاحزاب يمكن لها. وعاد هذا السؤال ديال هذا الدعم ديال الحملات الانتخابيه ماذا يغطي؟ واش ينحصر في هذاك الاسبوعين ديال الحمله الانتخابيه، ام انه يجب ان يشمل الدعم ديال العمليه الانتخابيه؟ لان الحمله الانتخابيه ما كتدبرش في ذاك الاسبوعين ملي كنبغيو ندخلوا الانتخابات، راه كنوجدوا برنامج انتخابي، كنكونوا مرشحين، كنديروا مجموعه ديال الانشطه الاعداديه، كنوجدوا الملصقات والمطبوعات، ماشي في وسط الحمله الانتخابيه. اذا هذا في حقيقه مساله خص نفتحوا حولها نقاش. يوم الاقتراع من غير المعقول ان يوم الاقتراع ما يدخلش في الدعم، والملاحظين اللي كتنتدبوا الاحزاب، والملاحظين وهذاك فعلا كيتطلب. الا بغينا فعلا نضمنوا النزاهه والشفافيه ديال الانتخابات، فالاحزاب مطالبه باش دير مراقبين ديالها، وهذاك كيتطلب اعتمادات ماليه خصوصا بالنسبه للمكاتب اللي جات في مناطق نائيه، النقل ديالهم والتغذيه ديالهم. اذا هذا السؤال ديال الدعم ديال الحملات الانتخابيه خصو في حقه يولي اشمل باش فعلا يحقق النتائج. نعم. شوف سي سكولي، لان كانت كذلك ملاحظه من التقرير المجلس على حزب الاسر والمعاصره انه لم يرجع مبلغ تقريبا حوالي 1,000,000 درهم، ما عرفتش فين وصلتوا فيه في هذه النقطه. فعلا هو الجدير بالذكر هو انه اولا هذا التقرير ديال المجلس على الحسابات اللي كان تذكروا عليه هو التقرير ديال السنه الماليه ديال 2012، بمعنى انه كانت موراها سنه ماليه اخرى هي ديال 2013، وحنا اليوم في اواخر سنه 2014، بمعنى انه في الحقيقه يعني دازت واحد السنه اللي الاحزاب دارت فيها مجهودات كبيره وخدمات بهاد النصائح ديال المجلس على الحسابات مشكوره. حنا كنا تلقينا كحزب ما مجموعه تقريبا 20 مليون ديال الدرهم في كدعم بالنسبه للانتخابات، وما رجعناش منها 900,000 درهم. اولا بطبيعه الحال حنا من الاحزاب اللي قلنا انه غادي نرجعوها وفعلا. ثانيا غير ما بغيتش باش تبتسم شويه، لانه اللي وقع لنا هو انه ملي كانت الانتخابات السابقه لاوانها، ما نساوش انها كانت انتخابات سابقه لاوانها، الحزب كان خدا قرار باش يجدد النخب اللي غادي يدوز للبرلمان، يعني كانوا عندنا برلمانيين وجددناهم بنسبه 85%، كانوا ما داروش انتخابات فيما قبل، انتخابات برلمانيه فيما قبل. لاول مره غادي يدخلوا السباق باسم حزب الاسر والمعاصره، باسم اي حزب، يعني اول مره باسم حزب الاسر، يعني ما كانش عندهم تجربه انتخابيه في انتخابات شرعيه سابقه على الاطلاق، وهما في الاصاله والمعاصره 100%. فاللي وقع هو انه مباشره بعد الانتخابات اللي ما كنذكر كانت انتخابات سابقه لاوانها، بمعنى ما كانش مسلسل عادي للتحضير لها من الناحيه اللوجستيكيه الى اخره. فباشرنا العمل ودرنا مؤتمر استثنائي، اي تغييرات القياده، وبالتالي مباشره بعد ذلك بدينا العمل مع كل دائره، مع كل مرشح، وما توفر ما استطعناش في هذاك المده الزمنيه، كنعاود ناكد عليها اللي هي في 2012، ما استطعناش في هذيك المده الزمنيه انه واحد 900,000 درهم راه ليكيفالون ديال غير 3 ديال الدوائر الانتخابيه على 90 بعدا، ما استطعناش اننا نوفروا دوك الوثائق في هذاك الحيز الزمني. وكنا واضحين مع المجلس الاعلى للحسابات، واكثر من ذلك حنا من الاحزاب
اللي التقرير اللي عطيناه المجلس على الحسابات مصادق عليه من طرف ان كوميسير او كونت، لان لا ليست ديال الاحزاب اللي مصادق عليها خبير محاسباتي معتمد، خبير محاسباتي راه الاحزاب اللي صادق عليها خبير محاسباتي ماشي كثيره، ماشي كلها وفي الاحزاب الصغرى والكبرى بالمناسبه. وما معناه يصادق عليك خبير محاسباتي يعني ان دوك المعلومات اللي ادليت بها هي معلومات تمت، لان واخا المجلس على الحسابات راه واخا كيدير التقرير ديالو والمراقبه ديالو والافتحاص ديالو ولكن راه اطنان من الوثائق. فانه يصادق عليك يصادق عليها خبير محاسباتي بمعنى انك درتي واحد العمل قبلي نزيه وكل ورقه عطيتي التبريرات ديالك. ولكن الاهم في هذا الشيء كامل طبيعة الحال هذا عمل خصو يدار. انا عطيتك رقم، انتم الرقم اللي درتو فعلا هو انه الدعم المقدم للاحزاب هو تقريبا 60 مليون ديال الدرهم. انا قلت لك الا بغيتي تخلص غير الموظفين بشكل محترف معقول منطقي اللي قادرين على انهم يجمعوا الوثائق ويخدموا مع الفرق اللي كتنجز البرامج في الجهات وفي الاقاليم وعلى المستوى الوطني، خصك 140 مليون ديال الدرهم في السنه. هادو غير الموظفين ديال ماشي كاع ديال جميع الاحزاب، ديال غير الاحزاب اللي كاينه اليوم في البرلمان. دونك نشوفوا ايضا ننزلوا في الميزان الطموح ديالنا كشعب مغربي يتوق الى عرض احترافي للاحزاب اللي فيه ماشي انتخابات ديال الطلب، بمعنى انه الناس كيجيو كيقولوا لهذاك المنتخب الله يخليك بغيناك تصاوب لنا الله يخليك، لا انتخابات ديال العرض، يعني تجي احزاب سياسيه، وهذا الامنيه ديالي في الانتخابات المقبله وان شاء الله غادي نعملوا عليها، تجي ببرامج ماشي وطنيه فقط، اللي الا لاحظتوا في البرامج ديال الاحزاب كان تشابه كبير بصفه عامه، ولكن ببرامج محليه وجهويه، لانه الخلاص ديال المغرب في التقدم ديالو هو على المستوى المحلي. وهذا الشيء خصو امكانيات ستوفر. نسمع وجهه نظر السي سباوي والسي عبد المؤمن، انه ربما حسب ما سمعنا من السي سكوري والسي ياكلي انه بعض الاختلالات وبعض الملاحظات ليست دائما يعني ناجمه عن سوء نيه من طرف الاحزاب ولا نيه الاختلاس وهذا، بقدر ما هي ناجمه عن اكراهات فيها يعني ما يتعلق يعني ربما بضعف الاطر اللي مكلفه بهذا الشيء، فيها اكراهات تدبير ما هو سياسي وما هو مالي وهذا. وربما كذلك كان معطى اخر ان هذا التمرين ربما جديد شويه على التشكيلات السياسيه الحزبيه بعد المرور من المرحله اللي تكلم عليها السي عبد المؤمن. دابا المشهد السياسي في بلادنا يعني في الانتخابات كنلاحظ بان الاحزاب ولات محتاجه لغير مناضليها. كلشي الاحزاب؟ لا يعني انا كنقول بالنسبه لعامه الاتجاه العام، بحيث انه لابد لاي حزب بغى يحصل على مقاعد وعلى اصوات باش ياخذ الدعم تيخصو يجيب التريتور، بمعنى انه تيخص يجيب ناس ماشي معاه في الحزب خصو يخلصهم، وهذه نفقات باهظه. وهنا غادي نرجع لواحد اللقطه في 63 انتخابات البرلمانيه في 63 في سلا، انا باقي ديك الساعه في الثانيه ثانوي، لاحظت على انه العلاقه ديال الحزب، وهنا يعني غادي نذكر الحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، كان مرتبطا بالجماهير. اللي بالمناسبه في تقرير المجلس على الحسابات لم يجيب المجلس لمشاكل تنظيميه يعيش. لا ما جاوبش، ماشي عطى وثائق وما جاش، لم يجيب. لقطه لما كيكون الحزب يعني كتجاوب معاه الجماهير. انا في الربعه د العشيه ديال يوم الاقتراع عرفت شكون هو الفائز. هنا كاين تلاحم بين الناخب هذاك المواطن اللي كينتخب مع الشخص اللي كانوا مرشحين ثلاثه، بحيث ان كيدار هذاك الشخص اللي كتصوت عليه وكتجيب جوج ديال الوريقات وكديرهم في جوج ديال البرامج في دار البارود، يعني في سلا اللي كاع في سلا، بحيث انه في ربعه العشيه تكتب في الحيط ها شحال جاب المرشح الفائز ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه ديك الساعه. ولذلك انا سنقول على ان التجاوب الشعبي لابد وان تقوده الاحزاب، يعني الديمقراطيه باش تتفقوا على المصطلح. ما قاله الامين العام او الكاتب الاول ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، نحن يعني الاحزاب محتاجه الى الدعم الذاتي، راه قالها كل مناضلين كيؤديوا
واجبات الاشتراكات الشهريه غادي يمكن هاد الاحزاب ما تكونش محتاجه نهائيا لهذا الدعم العمومي. الدعم العمومي بقات لي نقطه اخرى، وهو انه حتى الاحزاب لما كترشح تيخص ترشح ناس ل الذمه ديالهم يعني نقيه، ولا شوف المصطلح اللي كنا نستعملوه. انا كنتذكر حزب في 1977 جات واحد القضيه سياسيه على كل حال ما نذكرش التفاصيل ديالها، تبين على انه 13 جماعه مجموعه التراب الوطني يرأسها ذلك الحزب، تسعود كلهم ناهبي المال العام. ايوا كيفاش؟ تسعود، وكان المحامي كيجيب للمحكمه تسعود الملفات هزهم. انا ما غنذكر شيء اسم الحزب ولا ذاك المحامي اللي هز هاد. فهاد الثقافه ديال ان احزاب تيخصها تقلب على الناس النزهاء، هاد الدعم العمومي تيخصو يتوظف في استقطاب النخاب اللي غادي تخدم هاد البلاد، لان اي حزب سياسي الا ما كانش عنده طموح ديال اصلاح هاد البلاد والغيره على هاد البلاد ما غيمكنش يحقق لهاد كاين سي سبعين اللي كيتعلق على هاد النقطه ديال ربما يكونوا نزهاء ولكن قد يكونوا فقراء. فهمتي مثلا في التجارب الديمقراطيه في الولايات المتحده وفي تجارب اخرى انهم لا حرج انه كيدوروا الاحزاب وكيجمعوا الفلوس والتبرعات وهذا يعني بملايين الدولارات زعما لا حرج. قال السي ادريس الشقر قال لك خص الاعتماد على التمويل الذاتي ودير يعني الطبق والتسارى وتجمع الفلوس من عند المواطنين اللي كيبغيوك، اما باش تجيب هذاك تاجر المخدرات ويجي يمول لك حمله انتخابيه، ولا تجيب شي واحد باغي عنده شي همزه باغي يدوزها في شي مجلس بلدي ولا هذا. يعني انا كنتذكر النقيب محمد السمناني رحمه الله عليه، وانا كنترحم كذلك على السي بسطاوي وعلى السي احمد الزيدي وعلى السي عبد الله بها بهذه المناسبه، يعني رحمه الله عليهم جميعا. النقيب استاذ السمناني كنت كنتمرن عنده، جا عنده هو كان مكلف بالتصميم في سلا، سي اكديره كيعرف هاد. جا انا ما شافنيش النقيب السمناني الله يرحمه، جا عنده واحد المقاول وجيب معاه خنشاد الفلوس. حتى كنسمع الصداع خرج عليا، يعني هادي يعني يمكن نذكرها بخير لهاد الراجل هذا، انه منتخب ورفض يعني الرشوه باش يعطيه مع شي ثلاثه الطبقات ولا يعني هاد النوع هذا هو اللي كنفتقدوه الان. ولهذا انا كنقول بالنسبه باقي لي نقيط اخرى بالنسبه للاجراءات المتخذه في استرداد الاموال، مساله مشكله عندنا في المغرب انه كاين قوانين ولكنها لا تطبق. دابا الان حزب العداله والتنميه اعترف اليوم قال بان رد 20 مليون درهم هذا شيء يحسب له، هذاك المبلغ اللي باقي اللي جا في التقرير قلتي غدا غادي تخلصوا مزيان. انا المشكل اللي عندنا وهو انه القوانين ديالنا راه بحال سويسرا مزيانه، ولكن المشكله ديال القضاء المغربي او اللي غادي يحيل على القضاء المغربي، هذا هو المشكل اللي عندنا فيه، ان كيجي القضاء تيقول لك وان كان القانون ينص على كذا وكذا فانه لم يرتب جزاء. وانا نذكر لكم واحد ملف كان معايا فيه الاستاذ الرميد في المحكمه، 107 ديال الدفوع والطلبات، القضاء تيقول وان هذه الدفوع والطلبات كتعلق بالحريه، الحريه ديال المواطن بقانون المسطره الجنائيه يعني ربما، ولكن تيقول ان القضاء رفض جميع يعني لا فهمت الطلبات. علاش يعني الاحزاب تقول بانها لا، انا بالنسبه لي الاخوان اللي حاضرين يعني هنا كنتوجه بالخطاب حتى للبرلمان، ما كيسنش قوانين صارمه من اجل ترتيب الجزاء على مخالفه القوانين في هذه الحاله، يعني صالح. عدم ارجاع الاموال لا الا ما رجعش الاموال دونك بالنسبه للحزب العداله والتنميه تيخصو يكون قدوه في هذا المجال، هذا غدا ينشر في الجرائد على انه رجع هذيك 190 الف درهم، وبالتالي الاحزاب كلها غادي تكون تلقائيا ترجعها.
سي عبد المؤمن، القضيه ديال اللي شرحنا قبل قليل ديال انه ربما الامر ليس دائما مرتبط يعني بسوء نيه ولا بنيه الاختلاس، ولا ربما مرتبط باكراهات ونقص في الكفاءه ديال التعامل مع هذه الملفات هذا ديال التدبير المالي. اكيد ان هذا وارد، اكيد انه اي مؤسسه تجاريه سياسيه جمعويه اللي كان معرضه انها تقترف اخطاء او انها يكون عندها تاويل مغاير للتاويل ديال الاداره اللي كتجي تراقب. اي دونك المبدا ما فيهش مشكل. انا بالنسبه لي دائما السؤال هو واش هذه الوسيله اللي كنتكلموا عليها موصلنا للغايه اللي بغينا نوصلوا لها ولا لا؟ من جديد شنو هي الغايه؟ اذا كان الغايه هي اننا نخرجوا من الفساد السياسي، راه هذه الخطوه يرجعوا هاد الاحزاب كاع هاد الفلوس اللي خداوها ونقطعوا كاع الفلوس ديال الدعم، راه ما غاديش تخرجنا من الفساد السياسي. الفساد السياسي بنيه فيها يعني التمويل ديال الاحزاب، فيها التمويل ديال الانتخابات جزء منها. كيخصنا نجيو بواحد الحل اللي كيقول لنا من الان فصاعدا. دابا عاد درتي احاله على الحاله ديال الولايات المتحده. الولايات المتحده فيها جوج ديال الشروط للتمويل. الشرط الاول هو الاسقف، ما يمكنش شخص او مؤسسه يجيب واحد المبلغ يتجاوز سقف معين.